التحقيق من الصعود، لكنهم يطالبون اليوم بفريق تنافسي يلعب من أجل الأدرية الموسم المقبل. ونحن الشباب أورثتني من منطقة الأوراس كاملة، نتمنوا العام الجاي إن شاء الله يديرنا فرقة، يديرنا اسمها فريق في المستوى المطلوب منطقة الأوراس كاملة. أنا طلعت على كلمة بالأنصار، وجو أنصار تاعنا، ورانا ديما مع الفريق شباب بلادنا، ونهنوا الفريق تاعنا ونكرهنا في حضرة الكبار. إن شاء الله نبقاو في حضرة الكبار مواسم كبيرة إن شاء الله. إحنا لقينا الفريق في وضعية صعبة جدا، بالنظر للشيء اللي صرا السقوط والشيء اللي صرا العام اللي فات. الحمد لله بتضافر الجهود وبوقوف الرجال قدرنا نوصلوا للفريق المعنى الأصلية تاعو. إذن هنيئا لفريق شباب أوراس باتنا بالعودة.